وفي خبر آخر، أكد أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك جمال اللوغاني، أكد على أهمية المعادن الحرجة مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، نظرا لدورها في دعم تقنيات الطاقة المتجددة مثل البطاريات والمركبات الكهربائية. وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، أكد اللوغاني أن تركز إمدادات العديد من المعادن الحرجة في عدد محدود من الدول سيعرض سلاسل الإمداد للمخاطر، وبناء عليه يجب تقليل تلك المخاطر وتحقيق استدامة سلسة الإمدادات. وفيما يتعلق بالطلب العالمي والتوقعات المستقبلية، أفاد اللوغاني بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير بحلول عام 2050 على هذه المعادن.